السلام عليكم، يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم دكتورة نجلاء من كلية علوم عين شمس. بنكمل مع بعض منهجنا لمقرر خوارزميات متوازية أو Parallel Algorithms. النهاردة هنستعرض مع بعض محتوى محاضرة الأسبوع الثامن. عنوان المحاضرة Parallel Searching Algorithms. من العنوان كده يعني احنا هنركز النهاردة على البروبلم بتاعت Searching، أو ان انا ببحث عن element معين في فيكتور. احنا زي ما متعودين ان في كل محاضرة بناخد بروبلم معينة وبعدين نشوف الحل بتاعها ان sequential، وبعدين نبتدي نفكر مع بعض طب ان parallel هنحلها ازاي. فليكشر overview بتاعنا ان عندي الاول هعرف linear search problem، لان طبعا searching problem ليها اكتر من تكنيك للحل. احنا هنركز على linear search، وبعدين هنشوف مع بعض الرام الجوريثم. نفكركم كده كنا بنكتبه ازاي. بعد كده هندرس مع بعض البي رام الجوريثم اللي احنا هنقترحها سوا عشان نحل البروبلم ان بارلل. طيب، يبقى بدايه بنقول اللينير سيرش بروبلم دي عباره عن ايه. ثيوريتيكالي بنعرفها ان انا عندي فيكتور جيفن، فيكتور اي اوف اي 1 اي 2 لحد اي ان اوف لينث ان. فيكتور يعني عدد من العناصر بتاعتي في 1 دايمنشن، مرقمهم هنا من اول واحد لحد ان، عددهم ان. وعندي الاليمنت دي اللي انا بدور عليه، والهدف بتاعي ان انا بعمل تيستينج اف دي اكزيست ان اي. لو لقيت العنصر دي اللي بدور عليه موجود في احد العناصر اللي موجوده في الفيكتور عندي ده، then return the index of its occurrence، يعني رجع لي المكان اللي لقيت فيه العنصر ده في الفيكتور اللي انا مديهولك. بافتراض assuming that it's unique، بافتراض في الاول بنبسط على نفسنا عشان نعرف نعمل السيرش بسهوله ونعرف نحوله لبارل، ان انا عندي مكان واحد بس هلاقي فيه العنصر. فبفترض من الاول ان هو يونيك، يعني وحيد، يعني مش متكرر عندي في الفيكتور اللي انا داخل بيه. طب انا لو ما لقيتهوش في الفيكتور خالص، يبقى بريتيرن ايه؟ زيرو. يبقى انا عارف ان الاوتبوت بتاعي هنا بتاع الفانكشن لو رجع بصفر، معناها ان انا ما لقيتش العنصر اللي بدور عليه او اللي هو مديهولي كانبوت على الفيكتور. لو عملنا كده دايجرام يعني يشرح الدنيا، ان انا عندي elements اي 1 2 لحد اي ان، الاندسيز بتاعتهم 1 2 3 اي اي ان وهكذا. عندي كمان ايه الاليمنت دي اللي انا بدور عليه، وكما لو كان ان دي ده ماشي معايا بيتحرك بيشوف هل هو بيساوي الاي 1 بيساوي الاي 2 وهكذا، لحد ما يلاقي العنصر اللي في الفيكتور اللي بيساوي الفاليو دي. يعني مثلا لو كانت الاي 3 بتساوي الدي، يبقى المفروض ان انا لقيت العنصر هو في الفيكتور وارجع بالاي بالاندكس 3. ده اكزامبل بالارقام، ان جيفن الفيكتور اي اللي فيه 2 4 9 6 7 3 10 and 1 and d equal 7، then the search of الاي و d equal 5. طبعا هنا اللي هي الاندكس بتاع الاليمنت اللي موجود في الفيكتور اي اللي نفس الفاليو بتاعته equal 7 اللي انا بدور عليها. انا عندي ال 7 موجود هنا اهو، لو عدينا ادي 1 2 3 4 5، يبقى هو موجود في الاي في البوزيشن او في الاندكس رقم 5. اكزامبل تاني، لو هو مش موجود عندي الفيكتور ايه في العناصر اللي احنا شايفينها، ولو انا قلت لكم دوروا لي على او اعمل سيرش على الاليمنت دي بتاعك اللي هو 17، هتمر على كل العناصر مش هتلاقي فيه 17، فترجع تديني الاوتبوت بزيرو لانه مش موجود في الفيكتور. بكده احنا ايه عرفنا البروبلم بتاعتنا ايه، لان اتفقنا مع بعض عشان نعرف نصمم الجوريثم صح، بدايه لازم افهم البروبلم بتاعتي بطريقه سليمه، ابقى عارف كويس قوي الانبوت اللي عندي ايه والاوتبوت اللي مطلوب مني ايه، وعشان احصل على الاوتبوت دي ايه التاسكس اللي انا هقوم بيها، ايه البروسيجرز اللي انا هتبعه، ايه البروسيسنج اللي هيحصل. من هنا هنروح على الجزئيه الايه السكشن الثاني اللي هو الرام الجوريثم. احنا خدناه طبعا قبل كده في الالجوريثمات العاديه ومتعودين على الشكل بتاعه. اللينير سيرش بيعمل ايه؟ بيبتدي ياخد الفيكتور ايه اللي هو بيساوي ايه 1 2 لحد اي ان والاليمنت دي اللي هيدور عليه، وبيرجع لي بالاندكس بتاعي في الفاريبل اللي انا هستخدمه ليكن ام. الام ده هيبقى فيه يا اما الفاليو بتاعه الايه البوزيشن اللي موجود في الفيكتور ايه لو لقيت العنصر دي، او بزيرو لو انا ما لقيتوش. كان ببساطه بنبدا الام بتاعتي بزيرو، بنفترض ان انا ما لقيتش لسه، لان انا لسه ببدأ في الاول خالص، فبالتالي بفترض ان العنصر مش موجود عندي في الايه في الفيكتور. وبعدين عايزين نعمل تيستينج لكل اليمنت
AI موجود عندي في الفيكتور، عايزة اشوفه بيساوي دي ولا لا. يعني الاساس بتاعي في تيست ستيتمنت هنا if لا ال AI بتساوي دي ولا لا. لو بتساويها then بقول له حط لي الام بتاعي بتساوي ال i، ام اللي هي المفروض احافظ فيها على الاندكس بتاع العنصر اللي انا بدور عليه، وال i عندي هنا ماشية من واحد ل n. فبالتالي دي ببساطة كده لو بنقول tracing sequentially هتاخد ال i بواحد، يبقى هتقارن ال a واحد بتساوي دي لا، اروح اخد ال i باتنين، اتنين بتساوي دي لا، المثال التالت اللي كنا بادئين بيه ايه تلاتة كاب بتساوي دي ايوه، يبقى هتحط لي الام بتساوي تلاتة وبريك عشان ما فيش داعي تكمل بقية اللوب. ايه اللي يخليك تبص على بقية الفيكتور وانا بقولك ان الالمنت از يونيك وانت لقيته، فهنعمل بريك. ده ببساطة كده الايه السيكوينشال الجوريثم اللي هو باستخدام الرام موديل هيعمل سيرش على الالمنت دي في الفيكتور اللي طوله ان. طيب كران تايم عندي هنا الكومبلكسيتي بتاعتي اوف اوردر ان، لان انا عندي فور لوب من واحد لان. كستورج انا عندي بس ايه element واحد ام بستخدمه عشان احط فيه الانديسيز، فالتالي الستورج بتاعتي اوف اوردر 1. طبعا احنا بنحسب الحسابات دي علشان لما نيجي نحط البارلل الجوريثم بتاعنا نشوف الكومبلكسيتي بتاعته وتقارنه بالسيكوينشال كود اللي كان موجود، ونبتدي نقول طب الحل بتاعنا ده اوبتيمال ولا مش اوبتيمال، الستورج بتاعتي زادت ولا لا، وهكذا. دي بنسميها اناليسز لكل ايه الجوريثم احنا بنعمله. دلوقتي هنبتدي نركز مع بعض على ازاي نعمل ايه حل لمشكلة اللينير سيرش دي باستخدام الباراليزم. هنروح بالفكر بتاع البي رام. البي رام موديل كنا درسناه قبل كده، بنقول ان انا عندي ان من البروسيسورز كلهم ايدنتيكال، كل واحد فيهم بيخضع للرام موديل اللي احنا عارفينه. الاساس الموضوعي او اهم حاجه في البيرام موديل ان ايه، ان الميموري بتاعتي از شيرد، يعني ما بشغلش بالي بالكوميونيكيشن. لو حد فيهم من البروسيسورز عايز يعمل اكسس على الاليمنت عادي مسموح له ان هو يعمل اكسس. واتفقنا ان في عندنا فور مودلز للاكسس، هل كونكرنت ولا اكسكلوسيف بالنسبه للريد والايه والرايت. احنا في البروبلم بتاعتنا اول حل هنستعرضه مع بعض دلوقتي هنستخدم البي رام موديل اللي هو بيستخدم الكونكرنت ريد كونكرنت رايت، يعني هسمح لكل البروسيسور ان هم يقروا من الميموري بتاعتي يشوفوا الفاليو بتاعت اي element في الفيكتور او الفاليو بتاعت الدي اللي انا بدور عليه كونكرنتلي، وطبعا ده مش هيأثر عندي مش هيعمل مشكله. وهنسمح بالكونكرنت رايت، يعني اي واحد فيهم عايز يكتب في الميموري بتاعتي هسمح له بالايه بالرايتنج كونكرنتلي مع بعض، ولان انا ضامن ان هو واحد فيهم اللي هيلاقي العنصر فهو واحد اللي هيكتب الاندكس في الام والباقيين مش هيكتبوا. فبالتالي كونكرنت ريد كونكرنت رايت بي رام ده انسب موديل انا ممكن استخدمه دلوقتي. هنبدا مع بعض ايه نسهل على نفسنا كده، انا عندي الفيكتور طوله ان فانا هديك ان من الايه من البروسيسور. طيب ده معنى ايه؟ معناه ان بقول لك لو عندي مثلا 100 عنصر انا هديك 100 بروسيسور يعملوا لي ايه قصه المقارنه دي. فبالتالي ببساطه بقى كده الالجوريثم بتاعي طبعا نفس الانبوتس بس بزود عليهم عدد البروسيسورز ان، نفس الاوتبوت عندي ام اندكس هيطلع بالايه بالاندكس بتاع دي لو موجود يا اما بزيرو. الكود اللي جوه يشبه كتير اللي فات، كل القصة انا بقول لك انا اديتك ان بروسيسورز، يبقى هتروح على اللوب اللي عندك سيكوينشال اللي من واحد لحد ان وتكتب لي ان اللوب دي انا هنفذها ان بارلل. بنكتبها ازاي؟ بنقول فور اي ايكوال 1 تو ان دو بارلل. دي على طول لما تيجي تنفذ معناها ان البروسيسور بي واحد هينفذ ايه الخطوات دي على مين؟ على ايه واحد. نفس الوقت البروسيسور بي اتنين هينفذ نفس الخطوات دي بس على الاليمنت ايه اتنين اللي في الفيكتور، وهكذا لحد البروسيسور رقم ان هينفذ ايه؟ هينفذ التستنج هنا على الاي ان مع الدي. اللي فيهم هيلاقي ان الايكواليتي دي اتحققت هيروح يغير لي الام ويكتب فيها الاندكس بتاعه لان هو اللي لقى ايه العنصر. طيب ايه بقى الكومبلكسيتي بتاعه الالجوريثم الجديد ده؟ انا عندي الفور لوب دو بارلل دي قلنا بتبقى اوف اوردر 1، يبقى الايه الران تايم هنا البارلل بتاع الالجوريثم 1. طب ككوست انا احتجت بالفكر بتاعي ده لان من البروسيسورز، فالكوست بتاعي نضرب البارلل تايم اللي اوردر 1 في عدد البروسيسورز اللي هم ان هيطلع لي ان الكوست بتاعي اوف اوردر ان. طب ده وحش ولا كويس ولا ايه علاقته بالاوبتيماليتي؟ بنشوف
order بتاع السيكوينشال كود، لسه احنا قايلينه من شويه قلنا of order n طلعوا بيساوي بعض، يبقى انا بقول ان الحل ده بتاعي جميل جدا وايه ماله optimal مثالي. طب الستورج، هل انا استخدمت حاجه غير الام بتاعتنا؟ لا، ده هي واحده، واحنا كلنا في البيرامل شيرد ميموري كلنا بنعمل اكسس على الام دي، فبالتالي ستيل الستورج بتاعتي of order 1، يبقى انا هنا ما زودتش في الستورج والكوست بتاعي طلع optimal والحل ده ايه جميل جدا. طيب ايه بقى، استخدمت كام بروسيسور؟ جبت ان من البروسيسورز، يعني طول الفيكتور. لو انا قلت لك الفيكتور بقى عندي 10,000 عنصر وعايزين ندور على الدي بتاعتنا فيهم، يبقى انت كانك بتقول لي انا عايز 10,000 بروسيسور، وده طبعا يعني اوفر هيد عالي جدا. يبقى الحل ده جميل من وجهة نظرنا، وفي الحقيقة يعني ثيوريتيكالي هو اوبتيمال، بس الاوفر هيد هنا عدد البروسيسورز هنا عالي جدا. طب ما نفكر كده نحل المسألة بعدد بروسيسور اقل. يعني ايه؟ يعني دلوقتي هنبتدي نبص على نفس البروبلم بتاعتنا اللي هي اللينير سيرش على فيكتور طوله ان وعندي element دي، بس عدد البروسيسورز اللي انا عايز استخدمها هقول بي بروسيسور، وهقول طبعا ان البي دي ايه اصغر من الان. يبقى البروبلم دلوقتي انا بس ايه اضفت عليها حاجة زيادة، ان عدد البروسيسورز اللي انا هستخدمهم هيكونوا اصغر من الايه من الان. طب احلها ازاي؟ يعني لما كانوا عدد البروسيسور بيساوي عدد العناصر كنت بدي كل واحد فيهم عنصر واحد واقول له قارن وكلهم بيشتغلوا ان بارل. طب انا دلوقتي عندي عدد البروسيسور اقل من الان، يروح فكرنا لايه على طول؟ ايه؟ ان انا هعمل بارتيشننج للايه للفيكتور. يبقى هعمل هايبرد موديل. يعني ايه هايبرد موديل تفتكروا؟ يعني قلنا خليط من تو مودلز من الايه من طرق التفكير ان انا ممكن احل في المسألة بتاعتي بيها، مش لازم امشي الالجوريثم كله بموديل واحد. انا دلوقتي هبدأ البداية هقسم البيانات، والموديل ده بنسميه الديتا بارتيشننج او الايه الديتا باراليزم. هتعمل ايه؟ هتقسم الفيكتور بتاعك لاجزاء. ده الموديل الاولاني، ان انا هقسم الفيكتور على عدد العناصر، هدي لكل بروسيسور سب فيكتور هسميه اي بنفس الاندكس بتاع البروسيسور، كل واحد فيهم هياخد ايه؟ هياخد بارتيشن من الفيكتور ايه بتاعي. هياخدوا، لو هنتفق مع بعض هنستخدم البارتيشننج بالفكر بتاع البلوك ديستريبيوشن، يعني كل واحد فيهم هياخد بلوك. ده معناه ان كل بروسيسور معاه ان على بي من الاليمنتس، بس واحد فيهم هيشتغل على اول بلوك وبعدين التاني بلوك اللي هو طوله ان على بي وهكذا. عدد البروسيسورز عندي بي، فبالتالي السب فيكتورز هنا برضو هيبقوا بيساوي عدد البروسيسورز، يعني الاي بتاعتي يبقوا 1 2 3 لحد بي. الاي اي بتاع كل فيكتور هيشتغل ازاي بالبلوك ديستريبيوشن؟ يعني ايه؟ يعني مثلا اول واحد فيهم اللي هو الاي واحد اول سب فيكتور اللي هو اول بلوك، البروسيسور الاولاني هياخده المفروض هيبدا من كام؟ هيبدا من اي واحد. نعوض كده الاي بتاعي لما واحد، بقول واحد ناقص واحد بايه؟ زيرو، يبقى كل دي راحت. يبقى انا بس بقول كانه هيبدا من ايه؟ من اي واحد. طب واللي بعده؟ اتفقنا ان دي بزيرو، وهياخد ايه؟ هياخد اتنين وايه تلاته وايه اربعه لحد ايه؟ ان على ايه؟ على بي، وده اللي احنا عايزينه. العناصر اللي هنا دي بالاندسيس دي الجزئيه السب فيكتور اللي مع كل بروسيسور بيبدا من فين وبيوصل لفين. كل واحد فيهم بنقول ان هو هياخد بلوك عندي عدد العناصر اللي فيه ان على بي، كاني بقوله ان هيبدا من 1 2 3 لحد ان على بي، بس اول واحد فيهم هيبدا من 1 2 3 لان على بي. طب التاني المفروض يبدا من ان على بي زائد 1 لحد 2 ان على بي. طب هنبدا ازاي بان على بي زائد 1؟ التاني ده الاي عندي ب 2، 2 ناقص 1 ب 1، واحد في ان على بي بان على بي. يبقى المعادلة دي مظبوطة، هتخلي لي ان تاني بروسيسور هيبدأ يبص على العناصر اللي موجودة عندي في تاني بارتيشن او تاني بلوك عندي اللي هو بدايته ان على بي زائد واحد ونهايته ان اتنين في ان على بي وهكذا. طب والستيب التانية هتعمل ايه؟ الستيب الاولانية هنقسم الفيكتور بتاعي بعدد البروسيسورز اللي عندي. الستيب التانية هنبتدي بقى ايه، كل بروسيسور عندي بي اي هيبص على السب فيكتور بتاعه الاي اي ويشوف الدي موجوده فيه ولا لا. طبعا سيكوينشال لان هو واحد وهيعمل مجموعه من المقارنات، يبقى هيمشيها
خطوة خطوة ورا بعضها، هيعمل فيها ايه؟ هيدور على الاندكس ان موجود عنده ولا لا. لو عملنا فيجر كده للقصة اللي احنا بنقول عليها دي، يبقى انا عندي الفيكتور اهو اللي هو ايه، واحد اتنين لحد ايه ان، هقسمه ل سب فيكتورز عددهم بي. السب فيكتور الاولاني العناصر فيه من ايه واحد لحد ايه ان على بي، السب فيكتور التاني اللي هو العناصر فيه من ايه ان على بي زائد واحد لحد ايه اتنين ان على بي، وهكذا لحد اخر واحد فيهم اللي هو شغال على اخر بلوك عندي اللي بيبدأ من ايه بي ماينس وان مضروبة في ان على بي زائد واحد لحد ايه ان. البلوك الاول ده اللي هياخده بي واحد يقارن دي بكل اللي فيه، البلوك التاني اللي هياخده بي اتنين، وده طبعا لو اي يبقى البي اي، وهنا اخر واحد اللي هو رقمه بي. كل واحد فيهم ان بارلل هيبتدي يمشي سيكوينشيالي كده يقارن الدي دي بالعناصر اللي عنده اللي هيلاقيهم. لو افترضنا ان الاي هو اللي لقاه، يبقى هيروح يكتب لي في الام الاندكس بتاع العنصر لقاه فين في السب فيكتور اللي معاه. وضحت الفكره كده؟ يبقى احنا تاني بنقول بنعمل ايه، عندنا فيكتور طوله ان بندور فيه على عنصر دي، بس عدد البروسيسورز اللي عندي اللي هو بي اصغر من الان. فهنروح للفكر ان احنا نستخدم الهايبرد موديل، نقسم الفيكتور بتاعي لاجزاء. يبقى انا استخدمت هنا الديتا بارتيشننج موديل، ندي كل بروسيسور سب فيكتور يشتغل عليه سيكوينشيالي في الستيب الثانيه كلهم ان بارلل. هيعملوا ايه؟ هيعملوا تيستنج للالمنت دي، ده موجود عندهم في السب فيكتور ولا لا. ازاي؟ انهم يشتغلوا سيكوينشيالي، كل واحد ياخد عنصر عنصر من البلوك اللي عنده ويبتدي يعمل التستنج، واللي هيلاقيه هيكتب في الام الاندكس بتاعه. طيب نكتب كده مع بعض الالجوريثم اللي احنا اتفقنا عليه ده. قلنا عندنا 2 ستيبس، الانبوت بتاعي نفس كونكرنت ريد كونكرنت رايت برام موديل، ده هينفذ بنفس الايه التكنيك، مفيش مشكله. بس بنقول هنا الاختلاف ان البروسيسورز عندي عددهم بي، يعني الاختلاف ما بين الالجوريثم ده والالجوريثم اللي فات، ان هناك كنا بنقول ان احنا هنشتغل اون ان بروسيسورز يعني بنفس طول الفيكتور، هنا بقول الفيكتور طوله ان، بس بقول لك هتعمل سيرش باستخدام بي بروسيسورز اصغر من الان. ده الايه الاختلاف ما بين الالجوريثم ده والتاني، والاوتبوت هو هو. طيب هنكتب ازاي الكود؟ احنا هناك كنا بنعمل فور واي من واحد لبي ودو بارلل، وجواها على طول كنا بنعمل التستنج. هنا قلنا هنبتدي نقسم الدنيا، بدل من واحد لان هيبقى عندي بس بي بروسيسورز، يبقى عندي اللوب اللي شغاله ان بارلل من واحد لحد بي بعدد البروسيسورز اللي عندنا. قلنا جواها كل واحد هيشتغل سيكوينشيالي على البلوك اللي معاه، يبقى هيبدا الام بزيرو، وبعدين كل واحد هيعمل ايه؟ هيعمل فور لوب الجي من واحد لحد كام ان على بي، لان اتفقنا ان كل بروسيسور معاه ان على بي من العناصر، بيعمل لهم تيستنج واحد ورا التاني. يبقى اللوب دي سيكوينشال هتمشي من واحد لحد ان على بي، ده الاندكس بتاعت العناصر اللي المفروض همشي عليه ايه في البلوك اللي موجود في كل بروسيسور، ده الاندكس بتاع انهي بروسيسور اللي شغال. طب لما نيجي نعمل تيستنج، احنا هنبتدي نمشي على الفيكتور بتاعنا اللي هو زي ما شفناه في الرسمة اللي فاتت، البروسيسور الاولاني هيمشي على البلوك بتاعه اللي من واحد لان على بي، لان لما هعوض عن الاي بتاعتي بواحد الجزء ده كله ايه هيطير، كاني بقول هقارن الاي جي بالدي، الاي جي عندي هنا بكام، هتمشي واحد اتنين تلاتة لحد ان على بي. طب الان بارلل البروسيسور التاني اللي هو الاي بتاعته بايه؟ بواحد، قلنا هيبتدي يعوض هنا عن الاي بواحد، يبقى هيطلع له هنا دي بكام، سوري هيعوض عن الاي باتنين، ده البروسيسور التاني هيطلع له اتنين ناقص واحد بايه؟ بواحد. يبقى كان هيشتغل على البلوك اللي هو بيبدأ من ان على بي زائد واحد زائد اتنين زائد تلاتة لحد زائد ان على بي تانية، يعني اللي هي ايه اتنين ان على بي، وده اللي احنا شرحناه في الرسمة. ماشي، هو الالجوريثم مظبوط معايا، كل واحد فيهم هي ايه هيمشي على البلوك بتاعه مظبوط، لاني ظبطت هنا الانديسيز بتاعه الاليمنت ايه اللي انا بشتغل عليه ديبند على الانديسيز بتاع البروسيسور اللي شغال مع الانديسيز بتاع السب فيكتور بتاعي، ماشي معايا العنصر الاول العنصر الثاني العنصر الثالث في السب فيكتور ده. اللي هيلاقيه اللي هيلاقي الايكواليتي دي اتحققت هيبتدي يقول لي الام بتساوي الايه
الانديسيز اللي انا واقف عنده ده اللي عمل له تيستينج ولقاه بيساوي الدي ويعمل بريك. يبقى كده الالجوريثم بتاعنا واضح بيعمل ايه، بيبتدي ان بارالل كل بروسيسور هيشتغل على السب فيكتور اللي عنده، هيبدا يفترض الام في زيرو، وبعدين هيخش في لوب سيكوينشيالي اللينس بتاع اللوب ده ان على بي اللي هو عدد العناصر بتاعه السب فيكتور اللي هو واخده علشان يبتدي يعمل تيستينج عنده عليه، بيتحرك فيه من اول عنصر عنده في البلوك بتاعه لحد العنصر رقم ان على بي في البلوك بتاعه. لو لقى العنصر في واحد فيهم بيرجع ايه بالانديسيز بتاعتي الام بالمكان اللي هو لقى فيه العنصر ده. طيب ككومبلكستي بقى للدنيا دي نحسبها ازاي؟ متعلمين سواء ان الفور بتاعتنا من واحد لحد ايا كان دو بارالل دي تبقى اوردر ايه، اوردر واحد. طب جواها يبقى انا عندي اول ستيب هي اوردر واحد، جواها ايه؟ جواها لوب ايه؟ سيكوينشال، ومن واحد لان على بي، يعني الاوردر بتاعها ايه؟ ان على بي. يبقى التوتال اوردر بتاعي هنا في الاخر طلع اوف اوردر ان على بي. طب الكوست بنحسبه ازاي؟ قلنا بنضرب البارالل تايم في عدد البروسيسور، هنضرب ان على بي في بي، تطير البي مع البي يطلع لي اوردر ان. طب ما انا عندي السيكوينشال كام في اوردر ان؟ ده معناه ان الحل بتاعي ده ايه؟ اوبتيمال. طب هل زودت الاستورج؟ لا، ده هي نفسها الام بتاعتنا كلنا بن ايه بنبص عليها لو عايزين نكتب كونكرنت رايت قلنا، بس هو واحد فيهم بس اللي هيكتب لان احنا ستيل بنقول الاكزيستنس بتاع الاليمنت يونيك، فبالتالي الاستورج بتاعتي اوف اوردر 1. كده يبقى وصلنا ان الالجوريثم الجديد بتاعنا ده بعد ما استخدمنا الفكر بتاع الايه الداتا بارتيشننج واشتغلنا بالتكنيك دوت، الكود الجديد عندي طلع اوبتيمال باستخدام عدد بروسيسورز اقل. يبقى الحل ده احسن كمان من الحل اللي ايه اللي فات. نعمل تريسنج كده مع بعض. فاكرين تريسنج يعني ايه؟ يعني تطلع ورقه وقلم معايا كده وتجرب. انا عندي الفيكتور، اديتك فيكتور اهو في كام عنصر، لو عديتهم هتلاقوهم 16، لان عندي هنا في 16. هقول لك عندي 4 بروسيسور وبدور على الاليمنت اللي اسمه 5 في الفيكتور ده. طبعا بعنينا كده لو بصينا الخمسة اهو منور موجود، موجود فين؟ 1 2 3 4 5 6، موجود في المكان السادس. يعني الاوتبوت بتاعنا بعد الايه السيرش هنا وبعد التريسنج المفروض تطلع لي الام بتساوي 6، ما تطلعش حاجه تانية. تطلع ازاي؟ فاكرين لما كنت بقول لكم دايما لما نيجي نعمل تريسنج عشان انا اعرف ان انت فاهم انك شغال ان بارالل، بنعمل ايه؟ بنشوف عدد البروسيسورز ونقسم الصفحه بتاعتنا العواميد، كاني بعمل تيبل العواميد دي عددها بعدد البروسيسور. يبقى الحل دلوقتي ان احنا هنعمل ايه؟ هنرسم تيبل فيها 4 عواميد اساسيه، كل واحد فيهم بنكتب ان ده الحاجات اللي هينفذها البروسيسور رقم 1، العمود ده اللي هينفذه البروسيسور ب2، وده العمود بتاع البي 3، وده العمود بتاع بي 4. بيبداوا بايه الانبوتس دي؟ الانبوتس اللي عندنا كل واحد فيهم معاه الدي اللي هي بتساوي 5، كل واحد فيهم هيبدا يعمل كومبيوتيشن، يحط الام بتساوي 0 ودي ما فيهاش مشكله، كونكرنت رايت هنا وكلهم هيكتبوا نفس الفاليو، فمش مؤثره معايا في الايه في الاوتبوت بتاعي، فالخطوه سليمه. كديزاين قلنا هنقسم الخطوات لمرحلتين، الستيب الاولانيه حدي ايه كاني بقول كده مجازا ان البروسيسور بي 1 هيبقى هيبص بس على البلوك الايه الاولاني بتاعه اللي هو من الارقام اول 4 عناصر زي ما شايفين 2 1 2 6، هم دول اللي هنا. طب والتاني هيبدا على البلوك بتاعه تاني بلوك اللي هو تاني 4 عناصر، يعني اللي بادئين من كام؟ العنصر الخامس والسادس والسابع والثامن. والبروسيسور الثالث هياخد البلوك الثالث اللي هو العنصر 9 10 11 12، دي الانديسيز بتاعت العناصر ودي الفاليوز بتاعتها من هنا. اخر واحد هياخد اخر بلوك ده اللي فيه ال4 عناصر الاخرانيين اللي الانديسيز بتاعتهم 13 14 15 16، اللي هم القيم بتاعتهم 1 7 15 9. طب ان بارالل الاربعه هيشتغلوا، كل واحد فيهم هيعمل ايه؟ هيمشي كده خطوة خطوة على البلوك اللي عنده، هيقارن الأولاني، هل الاتنين أول عنصر عندي بيساوي 5؟ لا. في نفس الوقت البروسيسور التاني هيشوف أول عنصر عنده هل الواحد بتساوي 5؟ لا. in parallel البروسيسور التالت هيشوف الأربعة بتساوي 5؟ لا. اللي بعده P4 معاهم شغال، هل الواحد اللي هي أول رقم عنده بيساوي 5؟ لا.
يروحوا بعد كده كلهم للستيب التانية، يعني الخطوة التانية في اللوب الداخلية بتاعتهم، ان كل واحد فيهم هينقل على العنصر التاني اللي في الفيكتور اللي معاه. البروسيسور الاولاني عنده تاني عنصر واحد، هل بيساوي الخمسة؟ لأ. البروسيسور التاني عنده الخمسة، هل الخمسة بتساوي خمسة؟ اه خلاص لقيتها، وهروح اقول لك الام بتاعتي بتساوي كام؟ ستة. جاب الستة منين؟ الستة بتاعت الايه؟ الاندكس بتاع العنصر اللي لقاه. هو لقاه فين؟ لقاه في تاني مكان عنده، وهو عنده البلوك التاني، يبقى بجمع طول البلوك بتاعي اللي هو الاربعة زائد الاتنين، جمعهم طلع له الستة. مظبوط. هيكملوا بقية البروسيسورز بنفس الطريقة، كل واحد فيهم بيكمل على البلوك اللي عنده، لكن ستيل في الاخر بعد ما هنخلص مين الام بتاعتي بتساوي كام؟ بتساوي الستة اللي هي مكان العنصر رقم خمسة في الايه؟ في الفيكتور اللي طوله 16 اللي مديهولنا بالارقام اللي احنا شايفينها. طب التريس هنا بيختلف لو عدد البروسيسورز بتاعي اختلف. اه يعني لو قلت لك عندي 2 بروسيسور بس وعايزاك تشغل الالجوريثم بتاعي ان بارل، هتتصرفوا ازاي؟ هنعدل على التريسنج هنا ان البي بتساوي 2، يبقى الفيكتور بتاعي اللي طوله 16 ده انا عايزه اقسمه على 2، يبقى كل بروسيسور فيهم هياخد سب فيكتور طوله 16 على 2، يعني 8. يعني التيبل اللي هتكتبها لي هنا هيبقى فيها عمودين، عمود فيه بي واحد، عمود فيه بي اتنين. العمود بتاع البي واحد هيبقى واخد اول 8 ارقام عنده، العمود بتاع بي اتنين هيبقى واخد الايه؟ تاني بلوك اللي هو 8 ارقام التانيين اللي بادئين من اول مكان 9 لحد مكان 16. البروسيسور بي واحد هيبتدي يقارن الخمسة بالعناصر اللي عنده اللي هي 2 و1 و2 و6، وهيكمل و1 و5، فهو اللي هيلاقي الايه؟ الاليمنت بتاعنا اللي بندور عليه. البروسيسور بي واحد في الخطوة السادسة عنده هيبتدي يقول لي اني لقيت العنصر دي في الاندكس ايه؟ 6. البروسيسور التاني هيشتغل على 8 اللي عنده، وهيقول لي ان ايه؟ ما لقيتهمش، او يعني بمعنى اصح مش هيكتب حاجة في الايه؟ في الام. يبقى التريسنج هنا ديبند على ايه؟ عدد البروسيسورز، بالتالي بتحدد ايه الحاجات اللي هتشتغل ان بارلل مع بعض في نفس الوقت، اللي هي العواميد اللي بنكتبها جنب بعض دي عشان انا لما اشوفها اعرف ان انت فاهم باراليزم، وعارف ان في نفس الوقت اللي البروسيسور بي واحد بينفذ الجمله دي او التاسك ده التستنج ده، البروسيسور بي اتنين بينفذ التستنج ده، وتلاته شغال هنا واربعه شغال هنا، وان البروسيسور بي اتنين مش هينفذ الجملة دي الا لما يخلص الجملة دي الاول. ده كده ان في نفس العمود ماشيين ورا بعض. بكده نكون عرفنا مع بعض اللينير سيرش بروبلم، وعرفنا ازاي هما كانوا بيحلوها سيكوينشيالي، واحنا فكرنا مع بعض لو هنحلها ان بارلل باستخدام ان بروسيسور اللي هو نفس عدد العناصر اللي موجودة في الفيكتور، وبعدين بعد كده دورنا على حل انسب واثبتنا ان هو اوبتيمال، والستورج بتاعته واحد بس ودي حاجة جميلة، والعدد البروسيسورز بتاعي قليل ما هواش كبير زي ما كنا بنقول في الاول، وعرفنا مع بعض ازاي نعمل تريسنج على حسب طول الفيكتور وحسب عدد البروسيسورز. اتمنى تكون المحاضرة كانت خفيفة عليكم والمعلومات وصلت لكم بشكل كويس. شكرا.